ورقيات فقط لا يوازيها كميات، والورقيات يصرف بناء عليها المليارات. ولكن يعني ربما الفترة الأخيرة شهدت صوامع جديدة بالفعل ومتطورة دخلت بالفعل أتمنى، يعني أنا متعجب جدا، يعني لماذا لم يتم الاستبدال وإحنا شفنا آلاف الأطنان دخلت مع مجرد إذن رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل بعمل هذه الصوامع وتم توريد آلاف الأطنان لها. لماذا لم يتم الاستعانة بها، أو حتى على الأقل تكون هناك منظومة طبيعية؟ يعني عاوزين الأمر يخرج عن كون روتين، عن مجرد موظفين بيتعاملوا مع أكل الناس اللي هم نفسهم بيأكلوه. يعني ده شيء مريب جدا، ما هم بيأكلوا، يعني إذا كان هناك في سم بيسمموه لنا فهم كمان بيأكلوه، ده شيء خارج المنطق تماما، لا يتقبله عقل. أكيد يعني تقرير مهم جدا بيدق ناقوس خطر للمزيد من الرقابة المكثفة على وزارة التموين تحديدا، زي ما حضرتك بتقول أنها بتمس المواطن بشكل مباشر. إلى الصفحة 16 وهذا التقرير عن السياحة الدينية في مصر، ونقرأ هذا العنوان: مصر تخسر ملياري دولار سنويا بسبب إهمال السياحة الدينية. أستاذ بشير، يعني هذا التقرير أيضا يتحدث عن إحدى المناطق هنا في القاهرة تحديدا، منطقة الإمام الشافعي، وأنها بها الكثير من الأضرحة الأثرية وللأسف تعاني من الإهمال، فكيف ترصد روز اليوسف هذه المنطقة؟ مناطق القاهرة كثيرة جدا سياحة دينية وبالفعل مهملة، إن كان من محافظة القاهرة أو من وزارة السياحة أو من الآثار نفسها كمان، لأن السياحة الدينية الآثار الدينية ما هي جزء من آثار مصر، أكيد طبعا. تحتاج إلى إعادة نظرة، تحتاج إلى هواة قبل أن يكونوا موظفين، يجيبوا الشباب الهواة اللي عنده رغبة أن يجمل الآثار يجيبوهم يعني. يكونوا هم الموظفين. لكن موظف بيتعامل مع ورقة ويتعامل مع الأثر إنه مجرد ورقة، كم آثار دينية المتخصصين ما يعرفوش عنها حاجة. الإمام الشافعي وحده ده بيجب بكثير من الآثار الدينية والأثرية، وأنا لدي أحد الآثار لا يعلم عنه أحد على الإطلاق، وده في حد ذاته هيعمل انقلاب في المنطقة العربية بالكامل، ولم حتى الآن لم يتطرق إليها أحد هنا في القاهرة؟ في القاهرة ورؤى العين. ده بيقول أنا أثر، ويا للأسف لا يعلم عنه أحد على شيء على الإطلاق. في بقى في مع هذا مع في خضم الحديث حي منشية ناصر، هذا الحي الفقير يوجد في احد شقيه شياخه قايد باي بتعج بمنطقه تاريخيه واثريه. النائب محافظ القاهره المنطقه الغربيه اللواء محمد ايمن عبد التواب بالتنسيق مع رئيس حي منشية ناصر الاستاذ محمد نور دخلوا قلب هذه الأماكن وبدأوا ينقبوا فين، يعني أكيد الأماكن في أكيد في أماكن مختفية، وبالفعل وجدوا خلف أبراج من القمامة تخفي مناطق أثرية وهامة وأسماء مهمة جدا وتاريخية ولها تاريخ ولهم سبل ولهم مدارس في مناطق أخرى في الجمالية والدرب الأحمر. أزاحوا الستار عن هذه المناطق وتم إزالة القمامة بالكامل، ودخلوا إلى هذه المناطق وأعيدت بالكامل، وأصبحت الآن على مصاف بداية اهتمام وزارة الثقافة، بل إنهم دعوا وزارة الثقافة إليها تعالوا شوفوا في إيه في هذا المكان الذي لم تهتموا به، وبدأت وزارة الثقافة تعمل ليالي ثقافية في هذه الأماكن لتعرف الناس أن في هذا المكان هناك قبة قرقماش، وأن هناك أحمد ابن إنيال وما إلى ذلك، وأسماء لم تكن مطروحة على الإطلاق. الأمر يحتاج إلى، يعني عاوزين نقول عاوزين ننفض التراب عن هذه المناطق. أكيد. منطقة الخليفة، منطقة السيدة عائشة، تعالوا بس يا أثريين ويا محافظة القاهرة ويا رجال سياحة، ادخلوا فيها بس شوفوا فيه إيه، وعلى ما هي عليه اعملوا خطة لترويج هذه الأماكن. المجمع الأديان في مصر القديمة كان مجرد فكرة تقدمت بها في 2013، صحيح هو تم التأخير
او لم تظهر الا مؤخرا. ولكن يا جماعة تعالوا نشوف، احنا ما عندناش سياحة داخلية، على الاقل تعالوا نجيب الطلبة ونعرفهم يعني ايه مجمع اديان. الكنيسة ما هدتش المعبد، والمسجد ما هدمش الكنيسة، وكلهم موجودين في بوتقة واحدة ومتعايشين. صحيح. تعالوا نهتم بيها، تعالوا نعرف الناس، تعالوا نقول ان في رسالة تقدم من قلب مصر، من قلب مجمع الأديان. وأعتقد وأتمنى يعني صورة جميلة للتسامح، أتمنى أن ده يكون نموذج، وأنا مستعد أتعاون مع بعض المسؤولين، عندي رؤية لبعض المناطق، وتعالوا نشوف في كنيسة من أقدم الكنائس في العالم موجودة في القاهرة ومقفولة بالضبة والمفتاح، ونشدت الآثار كثيرا ولكن لم يفتح لها باب. ونحن أيضا ننضم لدعوة حضرتك أستاذ بشير، يعني أتمنى. الاهتمام بالأثار الإسلامية أتمنى. أكيد. إلى الصفحة 16 وما زلنا نتحدث عن السياحة والأثار، ولكن هذه المرة عبر تطبيق جديد للاطلاع على الأثار المختلفة بالصور 360 درجة، ونقرأ هذا العنوان: الأثار المصرية عبر تطبيق Egypt VR 360. أستاذ بشير، يعني كيف يعمل هذا التطبيق على نشر الصور الأثرية والمناطق السياحية المختلفة في مصر والجذب السياحي إليها مرة أخرى، ربما من خلال وسيلة حديثة؟ يعني ده أحد الشباب المصريين اللي تمكن بالفعل أنه يبتكر رؤية من خلالها يمكن مشاهدة الآثار بزاوية 360 درجة، بحيث أنه هيدور حواليها بالكامل. ودي نظرية كويسة جدا، وأعتقد أن دي صورة نفتح الأفاق. إذا كان هو ده نموذج نجح بالفعل، فهناك نماذج كثيرة لابتكارات كثيرة، ومن أجل مصر والشباب. محدش عاوز حاجة من مصر إلا أنها تكون كويسة. وأحب ألفت الانتباه أن النظرية دي بتطبق في على أحد العقارات الموجودة في القاهرة ولأسباب غير معروفة، وأعتقد جايز بعض الأجهزة لديها المعرفة عمن يراقب هذه العمارة. هي عمارة تيرينج بالعتبة، مراقبة بزاوية 360 درجة على مدى 24 ساعة، مراقبة كاملة. ولكن أن يبتكر هذا الشاب المصري تلك الفكرة ويطبقها على الآثار المصرية ولخدمة مصر، ده شيء جميل جدا، وأعتقد وأتمنى أن نحذو حذوه، ويفتح المسؤولون أبوابهم والموظفين أبوابهم لكل من لديه فكرة أو مجرد اقتراح لأن يكون من أجل مصر. صحيح، يعني أكيد عندنا المئات والألاف كتير. احنا شفنا الفترة الأخيرة أطفال. صحيح. أطفال، ده في نماذج كثيرة جدا. وللأسف يعني احنا انا واثق تماما ان احنا للاسف لما بننزل للنماذج دي لا يزيد عن كونه مجرد خبر، ولا يزيد الامر على ذلك ونسقف له، ولكن لا يلتقط لكي يهتم به. وللاسف بعض النماذج بتتسرب للخارج وبيستغلوا، وقد لا مال يحضر. نعم، بننتهز هذه الفرصة وبنحيي الطالب المصري في كلية الهندسة عمرو محمد على هذه الفكرة الجميلة للجذب السياحي للمناطق الأثرية مرة أخرى، ونتمنى بالطبع الاهتمام بهذه الفكرة وتطبيقها على نطاق أوسع. وهنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة في العدد الجديد لجريدة روز اليوسف. شكرا لضيف هذه الحلقة الأستاذ بشير عبد الرؤوف الكاتب الصحفي بالجريدة، شكرا لوجود حضرتك. شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك طيب. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد. إلى اللقاء.